نظمت الهيئة القبطية الإنجيلية مؤتمر شارك بصوتك تصنع مستقبل مصر، وذلك بحضور عدد من المزارعين والمستفيدين من مبادرة إزرع. يهدف المؤتمر إلى حث المزارعين والمستفيدين من مبادرة إزرع على المشاركة بالانتخابات الرئاسية بكثافة. شارك بصوتك نصنع مستقبل مصر. مؤتمر جماهيري أقامته الهيئة القبطية الإنجيلية عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي عشان تعرف أهالينا من المزارعين أهمية مشاركتهم في الانتخابات الرئاسية والإدلاء بصوتهم عشان يصنعوا بإيديهم مستقبل مصر. وجودنا خلف قيادتنا السياسية تعني رسالة للعالم كله إن مصر بتنعم بحياة ديمقراطية حقيقية وبديمقراطية حقيقية. الانتخابات بتتم تحت إشراف قضائي كامل. مهم جدا تشارك، مهم جدا تكون عضو فاعل في المجتمع. احنا في حاجات مكتسبات كبيرة جدا جدا احنا شايفينها ولمسناها في العشر سنين اللي فاتت. الهيئة الحقيقة بتشتغل في موضوع التوعية منذ نشأتها يعني، ودايما كانت بتربط بين التنمية والتوعية، لان انت لا تستطيع ان تتحدث عن تنمية بدون قيم ثقافية. الخير والدعم الكبير اللي شافوه المزارعين على ايدين الهيئة القبطية في اراضيهم الزراعية كان جزء من الخدمات اللي بتقدمها الهيئة من خلال مبادرة إزرع، المبادرة الأهم لفلاحين مصر. وزي ما كانت بتقدم لهم التوعية والإرشاد الصحيح في الزراعة، دلوقتي بتستكمل دورها في توعية الأهالي بأهمية مشاركتهم في العمل العام والنزول للجان الانتخاب. جاي نشارك في مستقبل مصر ونقف بجوار السيسي في جميع الانتخابات، ونقف ونقول تحيا السيسي، وننزل ونقول تعسيس، وناخد اهالينا وناخد اقاربنا وناخد جميع العيله كلهم. استفدت حضرتك ان احنا لازم نكون ايد واحده حضرتك، ونقف ورا قيادتنا ونحترم قيادتنا ونقدر قيادتنا لدورها العظيم اللي هي بتقوم بيه حضرتك. ونقول له يا ريس احنا داعمين لحضرتك كفلاحين، وان شاء الله فلاحين مصر كلها هتنزل وهتشارك وفي ظهر سيادتك يا فندم. رفع الوعي بقيمة المواطنة والمساواة بين المواطنين من أهم أهداف تجمعات التوعية اللي بتقوم بيها الهيئة القبطية تحت مظلة التحالف الوطني في كل ربوع مصر، والتأكيد دايماً على إن المشاركة أساس صناعة المستقبل.